أنت في كتابك ذكرت استقلالية البنك المركزي وضعت موادها في حدها الأقصى الذي يسمح به الدستور، إيه؟ والتمسك بهذه الاستقلالية على الرغم من الضغوطات المتعددة لتقليص مسؤولياتي كمحافظ للبنك المركزي. إيه؟ منو اللي كان يضغط عليك لتقليص صلاحياتك؟ لا يطلعون منو؟ ما اقدر اقول شو اسمه. انت كتبت هذا الكتاب او كتبت هذا الكلام في الكتاب اكيد تقصد شيء، ما كتبته بشكل أدري عشوائي. ادري بس ادري في ضغوطات، بس ما لاني ما عندي منو؟ ها منو ما اقدر اقول واحد انا، يعني مو انا اقدر اقول الجهه. زين منو؟ مو هذا كلام عام. الجهه اللي كانت تستفيد من الوضع اللي هو منو؟ ما ادري عنهم. في بعضهم هذا كلام كذي راح يكون اللي راح يقرا الكتاب راح يقول هذا كلام مرسل. ما لا لا في مو مرسل. انا ما 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 مو مرسل. انا اقول لك لانه رفضوه. ما دام رفضوه الناس وراهم. لا انت قاعد تقول هني نص كلامك في ضغوط لتقليص مسؤولياتك كمحافظ البنك المركزي. إيه؟ مو اعتراضا على موضوع سعر الفائده. لا لا ولا انت ما تدري عمار، بنوك المركزيه مهمتها الاساسيه تحديث الفائده. طيب انا بس مره ثانيه بس حتى يعني نلم الموضوع على موضوع سعر الصرف. احد اهم المهام اللي موكله حق موضوع البنك المركزي تحديد سعر الصرف. سعر الصرف المهمه ما كانت سهله من خلال اللجنه اللي انت كنت راسها بصفتك نائب المحافظ وقتها، عدل؟ اي لجنه؟ مجلس شو اسمه، مجلس الاداره. طيب مجلس الاداره، انا اتكلم عن مجلس الاداره. طيب. انا رئيس مجلس الاداره. طيب انت كنت رئيس مجلس الاداره والمهمه ما بصفتك محافظ. إيه؟ والمهمه ما كانت سهله. إيه؟ انت الوحيد اللي كان لك راي بضروره تحديد سعر الصرف. اي لان والاخرين صح. انا بس قاعد الخص الموضوع، انت قول لي صح ولا غلط الفهم. إيه؟ هذا. نعم نعم. والاخرين كانوا ضد تحديد سعر الصرف، عدل؟ اي نعم. عدل؟ إيه؟ بعدها شنو صار؟ انت شخص واحد راي مقابل سته. إيه؟ بعدين خلاص وقفنا. ما 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 كل اللي يصير صار نقص، صار نقص في السيوله، سيوله الدينار الكويتي. لا بس معناتها ما تم تحديد سعر الصرف. ما تم تحديد سعر الصرف. ما تم تحديد. لانهم الاغلبيه. اي الاغلبيه خلاص تم سعر الصرف. ما هني ما حاولت تدخل الحكومه او الشيخ جابر بالموضوع. خلنا اقول لك ما هذا هو بدأوا، لأن سيولة تأثرت، سيولة الدينار الكويتي، ناس قاموا يحولون دينارهم إلى دولار من 6 إلى 16. ليش يحولون من دينار إلى دولار؟ سعر الفائدة فرق شاسع بين 6 وبين 16. على الدولار 16، على ذاك 6. فمعناته كانوا يفضلون الكويتيين في ذلك الوقت ان يخلون فلوسهم يحولونها بالدولار. اي مو كويتيين، اي واحد. ادري، مو انا نبي نفهم احنا عن بعض بس. فمعناته في ذلك الوقت كانوا الكويتيين يبون يحطون فلوسهم يحولونها بالعملات افضل لهم، الكويتيين او غير الكويتيين. هذا طبيعي، ما ادري من يحط ما يحط، بس طبيعي سيوله قلت. طبيعي. وين ليش سيوله الدينار قلت؟ الدينار قلت لان 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 الناس ناس يحولون من الدينار دولار. يعني إذا صار معناته صارت أزمة. أزمة. إيه أزمة أزمة. لأن أزمة. صار أزمة. بعد أسبوعين جاني شو اسمه طلب من مجلس الوزراء، يعني مجلس الوزراء يقدر يدعو. حتى استدعوك. ها؟ لا استدعوك. لا اجتمع مجلس الإدارة. اجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية. مجلس إدارة البنك المركزي اجتمع مرة ثانية. لا بس خلنا مجلس الوزراء يدعو مجلس إدارة البنك المركزي للاجتماع. للاجتماع. وأنت تدعوهم للاجتماع. ليش تنطر مجلس الوزراء؟ يطلب مني أنا أدعو اجتماع. ليش مجلس الوزراء يدخل على الخط؟ ليش ما أنت أساسا بعد أسبوعين شفت إن أكو أزمة أنت تدعو مجلس الإدارة؟ يا جماعة الخير ترى إحنا عندنا أزمة، خلينا نعيد النظر في الموضوع. لا أنا ما علي. لأن هذا صار الحين سياسي. عن موضوع سياسي. شو اقول؟ خلاص كل ساعه يايبوا ويرفضونه. خلاص يبيجون هم كانوا اذا كان هم يبون مره ثانيه يغيرون، وهذا كانوا يقدرون يطلبون مني ثلاثه منهم او شيء منهم موجود في قانون ان يطلبوا مني ادعو مجلس الاداره. ما حد طلب مني ان ادعو مجلس الاداره. لان فأنت كنت على رايك وهم على رايهم. إيه؟ لأن الى ان تدخل مجلس الوزراء. إيه؟ عدل كذي؟ إيه؟ انا عدل كذي للحين. إيه؟ ماشي. إيه؟ لان انا 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 انا, أنا, أنا ما ادري بأن ما راح يجون،
بس مجلس هم اذا كانوا يبون يغيرون رايهم يوم شافوا الازمه والازمه وهذا يقدرون كان يغيرون رايهم. انت ما حاولت هني تكلم احد من مجلس الوزراء؟ لا بس حق اتكلم على احد. لا انت بس في النهايه انت بصفتك محافظ وانت قاعد تشوف اكو ازمه. انا شلون لحظه قول لا اله الا الله ابو محمد، خل اقول بس سؤالي. انت بصفتك محافظ قاعد تشوف اكو ازمه موجوده واكو اغلبيه موجوده داخل مجلس الاداره مو راضيه تسمع حقك. هم ما يشوفونه؟ ما يشوفونه؟ لا يشوفونه، كلهم بعضهم يشوفونه من 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 مندوبين المجلس، من وزاره الماليه، من وزاره التجاره، من التجار، هذا كلهم طيب يشوفونه. احنا نفرض، احنا نفرض فرضيتين، فرضيه انهم ما يشوفونها وفرضيه انهم شافوا. انا ما افرض، ما افرض، ما افترض، انا ما افترض. معناته انت تقول هم متعمدين؟ لا لا مو متعمدين، انا ما افرض. انا يقول لي خلاص اروح اركز اقول لحظه انا بس احنا نتكلم بالمنطق الحين. هذيلي سواء كانوا متعمدين او غير متعمدين بغض النظر، بس هم على موقفهم عدل، هم على موقفهم وانت على موقفك. انا الحين خلني اقول لك، انت هني ما كان من المفترض أنا تتحرك على بعض الشخصيات في مجلس الوزراء او تتحرك انه يا جماعه الخير اكو ازمه في البلد، الناس الحين بدات تتدمر، الأزمة صار لها أسبوعين، تدخلها وأنت ويا مجلس الوزراء. خلاص أنا اللي علي سويته، وفي نفس الوقت العالم كله يتكلم عنه، وكل ساعة أنا أدعوهم عشان يرفضونه. لا ما لا ما يصير هذا. معناته كانت في أزمة على مستوى مجلس الإدارة في البنك المركزي في ذلك الوقت، ممثلة بين فريق الستة ومحافظ البنك المركزي، بدليل انه ما قدرتوا مره ثانيه تجتمعون او توصلون لحل ثاني. تطلب الامر حل، تطلب الامر مجلس الوزراء يدعوكم حق اجتماع. شنو حل ثاني؟ هذا حل واضح وضوح الشمس. شنو حل ثاني؟ حل ثاني وقفوا هذا المفروض هالاداه بيد بنك المركزي. كل بنوك المركزيه في العالم، قلت لك اصلا موجود بنوك المركزيه في العالم اللي تاريخها يمتد لمدة 400 سنة، هو السياسة النقدية تحديث سعر الفائدة. بكل صراحة خلف الكواليس أي محاولات مع حمزة عباس أن تعال فهمنا شو صاير المشكلة؟ يعرفون؟ ما حد ناداك؟ خلاص عرفونا. ما حد ناداك؟ ها؟ ما حد ناداك؟ لا أقول يعرفونه. شو يعرفونه؟ يعرفون من الجرائد؟ لا يعرفون من مندوبينهم. خلينا من مندوبينهم، في النهاية أنت كانت عندك وجهة نظر وأنت سجلت رأيك بشكل صريح أنك أنت مع تحديد صرف تحديد سعر الفائدة. ما حد ناداك أسبوعين الأزمة بالكويت؟ ما حد قالك تعال؟ لا ما ما قالوا. لا كلش؟ لا ولا حد قالك تعال نفهم شو السالفة؟ ايش يسوون؟ خلوا هذا على أساس هذا حرية هذا القطاع الخاص، والحكومة موافقة، لأن الحكومة موافقة، حكومة موافقة لأن مندوبين صاروا ضد هذا. الحكومة موافقة على هذا الحل، على عدم رفع السعر. الحكومة أقول لك مندوب وزير المالية، وزير التجارة، ها وزير التجارة، لو مو حكومة كان أعطوهم تعليمات وافق، ما وافقوا. هذا بعد أكثر من هذا، حكومة إذا تدري كل شيء من أول آخر. أروح على أطلق على الحكومة أنا. طيب فأنت كلفك مجلس؟ أنا يوم قال كلموني عرفت بأن راح يصير الأغلبية والقانون والاقتراح يمشي. وصار الاجتماع؟ وصار الاجتماع. وحضروا نفس المندوبين؟ أغلبية. بس حضروا نفس المندوبين؟ إيه الأغلبية. أغلبية وافق، الأغلبية وافقت. أغلبية تذكر كم كم؟ لا لا ما تذكر. ما أذكر. الأغلبية وافقت حالاً على النبأ أن السعر كان أعتقد هذا مهم أتذكر، أعتقد صار من 7 إلى 12 ولا شيء من النوع هذا، يعني أكثر من 10. بينما فرق هم فرق بينه وبين هذا. وبعد ما تم تحديد سعر الصرف صار بعدين بالسوق؟ خلاص يعني شوية الأزمة انتهت، الأمور هدأت. طيب أبي أتكلم عن أزمة المناخ. احنا وايد نسمع عن أزمة المناخ، خصوصا حق الأجيال اللي ما عاصرت أزمة المناخ وما كانت واعية يمكن لموضوع أزمة المناخ. نبي نبسط أول شيء عن أبو عباس موضوع أزمة المناخ، ليش صارت شلون بدت المشكلة وكيف تفاقمت باختصار من غير ما ندخل في الجانب الفني وايد، وأنا راح استعرض بعدين بعض الآراء، بحاول قدر المستطاع أن نبسط الموضوع للسادة المشاهدين. من بدأ
أسعار النفط ارتفعت بصورة خيالية. أعتقد كان في العشرة في حول 10 أو 15 أو 20 ما أدري، مرة واحدة صار سعر النفط 40 دولار. هذا نحن قاعد نتكلم على أي سنة تقريبا؟ بين الحرب العراقية الإيرانية. طيب يعني معناته بداية الثمانين. طيب 80 بالضبط 80. فصارت سيولة مرة واحدة في نظام المصرفي سيولة، يعني كان أتذكر هذا كله على الذاكرة، أعتقد كان ميزانية الدولة تقريبا حوالي مليار دينار، زادت إيرادات النفط شيء خيالي، صارت سيولة واستغلوها الجماعة ما لهم علاقة، في لهم تجار ولهم يعني ما أدري أسماء غريبة كانت طلعت لأول مرة أنا أسمع هنا. يعني أي طبقة يعني تجار منو؟ لا مو كانوا تجار. منو عين الطبقة؟ كانوا يجوز موظفين عندهم حرف عندهم شيء، ما كنت أسمع هذا له. فهذا إلى بدأوا يستغلون هذا السيولة الكثيرة. شلون كانوا يستغلون؟ يستغلونه بتأسيس الشركات. بس الشركات منو اللي يسمح فيها؟ وزارة التجارة، مو وزارة البنك المركزي. هذا كل المشاركات اللي تأسس وزارة التجارة. البنك المركزي فقط يوافق على تأسيس البنوك. طيب لا على الحين هذا واضح ان دور البنك المركزي هنا ان قضيته وتأسيس البنوك، لكن احنا الحين ايضا في مرحلة ان نبي نفهم كيف انفجرت هذه الأزمة، أزمة المناخ. انت قاعد تقول الحين اول شيء ارتفاع سعر برميل النفط بسبب الحرب العراقية الإيرانية، لأن خلاص سدوا تدفقات النفط من إيران ومن من من العراق، وبعدين صار ارتفاع في ميزانية الدولة، إيرادات النفط زادت بشكل كبير جدا. في شريحة لا هي من التجار ولا هي من الحكومة، شريحة جديدة ظهرت على الساحة، ناس عاديين استفادوا من موضوع الطفرة المالية اللي صارت. أبهاتهم هذا إخوانهم كانوا تجار، بس هم نفسهم ما كنت أسمع. أوكي. هذه الشريحة اللي طلعت بعدين بشكل مفاجئ حسب كلامك استفادت من موضوع التراخيص في وزارة التجارة، وبدأت في سيولة ضخمة في السيستم، في النظام، في النظام الاقتصادي المالي اشتغلتها، وبدأت تأسس بنوك قصدي تأسس شركات اللي هم هذول الأفراد، هذيلي شركة مساهمة، الأفراد لازم مجموعات، المجموعات يتكونون بس مش للحين احنا يعني هذول الناس عاديين ماكو جهة معينة. لا 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 مو التجار. طيب فبلشوا يأسسون، بعدين ايش صار؟ صار هذول قاموا يطرحونه في مو في البورصة، في مكان اسمه سوق المناخ، مكان اسمه سوق المناخ الآن موجود ورا يم أعتقد يم الأهلي، هذا كان يسمونه سوق المناخ. يعني هذا سوق المناخ، بس عشان استوضح قبل هالفترة هذه ما كان له أي شيء. سوق المناخ قاعد أساس قبل يسمونه إحنا البعارين كانوا ينخون فيه هناك، بس ما في شيء أي ثاني أبدا، ما في شيء. أكو في بورصة بس هذيل الشركات اللي تأسست ما كانت تطرح في البورصة. ليش؟ لأن في التزامات، في قوانين، في هذا ما في قوانين، مو له كل شيء. ها يعني في 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 المكان الجديد اللي هو اسمه سوق المناخ ما في قوانين؟ لا ماكو شيء، مو لي ابدا. بس هم عشان نستوضح مره ثانيه، مكان جديد اسمه، بس خل اقول سؤال، مكان جديد اسمه سوق المناخ ما يخضع لاي قانون في الدوله؟ لا المفروض يخضع، بس ما خضع. المفروض يخضع بس لان بس شنو من اي جهه اللي المفروض تنظمه؟ تنظم وزاره التجاره، البورصات وزارة التجارة. خلنا أقول لك، خل أحاول أقصر عليه. بعد سوق المناخ يعمل، ها عملوا لجنة من عدة جهات،
وزارة المالية وزارة التجارة. منو اللي عمل اللجنة الحكومة؟ لا إن أي حكومة طبعًا أنا أقول لك عملوا يعني مجلس الوزراء يعني هذا لا. بس عملوا اللجنة منهم ضمنهم بنك المركزي أن 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 في اللجنة. هذا بعد فترة عشان أوضح لك. فمن في عندي أنا مندوب يروح هناك يحضر وهذا لا يجتمعون عشان أخصر لك يجتمعون في هذا. فيجيني مندوب البنك المركزي عند اجتماع يقول لي عندك اسألني عندك يعني ملاحظات عندك آراء أبي أطرحها لأنه هو يمثل البنك المركزي ولازم يأخذ رأيي ويأخذ شو أقول أنا. فدائما أقول له قل لهم بأن اللي يصير في سوق المناخ غير قانوني وبالتالي أنا أتحفظ عليه وخلاص أسكت وأطلع بهالدرجة. وهذا إذا كان شو اسمه هذا الشخص؟ شخص توفى الله يرحمه اسمه صالح باقر سليني. فهو كان يجي ويمثلنا لأنه كان مدير إدارة الرقابة المصرفية في بنك المركزي. فيجيني يقول أنا عندي اجتماع في اللجنة. فأقول لهم اللي تسوونه كله غير قانوني. وحتى طيب دام غير قانوني ابو عباس هني ليش كنتوا تحضرون؟ ليش ما كنتوا من الاساس؟ انا ما لي علاقه. لا انت بس اكو ممثل عنك. ايش اقول؟ لا تحضر. لا خلي يسجل هذا يحضر عشان يسجل هذا ويذكره لان هذا موقف البنك المركزي وتحفظاته ما تغير. شلون ما يحضر؟ لازم يحضر ويقول له يسجل في اوراق رسميه بان هذا وجهه نظر البنك المركزي. طيب مرة ثانية باختصار احنا الحين قاعد نقول ان ازمة المناخ او موضوع المناخ صار في مكان خارج البورصة لا يخضع لقوانين البورصة بسبب الطفرة المالية اللي صارت ولا بالكويت ولا, ولا 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 في قانون الشركات لان قانون الشركات يقول اذا اسست شركة ما تداول اسهمها إلا بعد إصدار أعمالها كل سنة ثلاث سنوات أو سنتين. هني شنو اللي صار هني؟ بسرعة اللي صار. فبالتالي فأسس الشركة وتطرح أسهمها في البورصة رأسا. في سوق المناخ. بسوق المناخ قصدي. رأسا سأسس وتباع سوق المناخ. هني منو المفروض إنه يراقب العملية؟ المراقب لا منو المفروض يعني البنك المركزي ولا وزارة التجارة ولا وزارة المالية ولا منو شركات وزارة التجارة تجارة فالتجارة كانت ترخص للشركات هذه ايه؟ وما كانت تراقب ما ذاك الساعة ما أقدر أنا أحكم عليهم لا اللي أنت أبي اللي أنت لا ما أقدر أنا أشوف أمامي تقدر واحد أنا ما أقدر لا لازم إحنا نعرف منو اللي ما كان يراقب ما أنا ما أقدر أتكلم عن آخرين أنا أتكلم عن البنك المركزي ما له علاقة في المراقبة فهو أدري بس هني سؤال الحين البنك المركزي أنت كلامك اللي ذكرته في الكتاب أن أزمة المناخ وقعت بسبب تأسيس شركات مساهمة وكويتية وخليجية بترخيص من وزارة التجارة ولم يكن بمقدور بنك الكويت المركزي منعه أو إيقافه معناته وزارة التجارة وزارة التجارة أدري بس هني أنا لما أشوف ما أدري أنا الحين أسأل بالقانون لما أنا أشوف عندي مشكلة اقتصادية كبيرة بدأت تتفاقم بدأت تكبر 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 أكو كيان جديد قام يصير اسمه سوق المناخ هذا الكيان جديد وغير قانوني حسب كلامك ما المفروض يتدخل البنك المركزي؟ لا ما هذا ليش دخل؟ دخلتي؟ شلون دخلت؟ اسألي تبدأ أقول لك شلون دخلت؟ لحظة يعني معناته عنك جواب إيه بس خلني أنا هني هناك من يلوم البنك المركزي هناك من يلوم البنك المركزي إن ما كان يحكم أداة الرقابة بشكل جيد على سوق المناخ هذا الكلام نشر في جريدة السياسة بنك الكويت أنا راح أنقل لك النص عن أبو عباس بنك الكويت المركزي تعرض لاختبارات مرت بها الكويت كان أولها أزمة المناخ حين كان حمزة عباس محافظ وهي الأزمة التي عصفت بالجهاز هذا من اللي قال جريدة السياسة سيسار منه يقول مو مكتوب نقلت السياسة عن أوساط مقربة من بنك الكويت المركزي هذا متى هذا في مايو 2017
مايو في 2017 هذا كلام شو اسمه محمد هاشل. أبا ما حطوا اسم. لا أنا أقول لك محمد هاشل تبين أرجع الحين الحين طيب ولا بس؟ أنا إيه أنا قاعد الحين أنا خلي بس أنقل لك المقطع وأنت جاوبني. بنك الكويت المركزي تعرض لاختبارات مرت بها الكويت كان أولها أزمة المناخ حين كان حمزة عباس محافظا وهي الأزمة التي عصفت بالجهاز المصرفي والبورصة وكادت أن تخلق كارثة غير مسبوقة بسبب ضعف رقابة البنك المركزي آنذاك. الأزمة وقعت على مرحلتين، الأولى في 77 وعرفت بأزمة المناخ الأولى، وبدل من تجديد الرقابة من قبل البنك المركزي آنذاك استفحلت الأزمة لتنفجر في 82 تحت اسم أزمة المناخ، وجرى عقبها تعيين عبد الوهاب التمار محافظ لمساعدة الحكومة في اتخاذ الجهاز في إنقاذ الجهاز المصرفي قبل انهياره نهائيا بمساعدة النائب نائبه الشيخ سالم عبد العزيز. ضعف أداة ضعف البنك المركزي في عهدك يا أبو عباس هو اللي أدى إلى تفاقم أزمة المناخ. هذا جاهل في سوق المناخ كله، جاهل سوق المناخ أو عمدا نبي يقول كذي. قول لي شنو اللي صار؟ تبي الحين أتكلم عن هذا أو تترك؟ لا أنا أبي أتكلم فقط على هالجزئية هذه. هذا الجزئية. هذا لو ضعف رقابة البنك المركزي. هذا لو كان شخص لو قايل هذا الشخص مو كاتب ما قالوا اسمه أجري لا أنا هذا أنا كات أنا سوى لي مقابلة في جريدة السياسة. نعم. وانتقدت كثير وهذا يرد علي أنا أقول له أنا ما دام هذا أنا أقول له إذا كان إذا كان طالب أو أنت حتى لو طالب أو أنت كنت في الجامعة وياك هذا السؤال وجاوبته كما جاوبت في هذا له كان سقط. لأن أولاً بنك المركزي ما له علاقة بتأسيس الشركات وهذا أكبر خطأ هو وقع فيها. وبعدين يقول له هذا وأنا أقول لك بعد يقول تأسس آلاف الشركات آلاف الشركات. تصور هذا قعد سنة ونص حوالي خمس سنوات ما يعرف تاريخ أهم أزمة في البلد. يقول هل معقول هذا الشخص يقول آلاف الشركات؟ أولا إحنا ما لنا علاقة بتأسيس الشركات، ما له علاقة من بعيد أو القرب. هذا ناحية، هذا خطأ. خطأ ثاني يقول لك آلاف الشركات. ثالثا يقول لك رقابة. أنا ما أراقب شركات، لا رقاب بس فقط البنوك وشركات الاستثمار ذاك الساعة استشاري بس البنوك بس فقط تأسيسه والإشراف عليه ورقابته البنوك وشركات الاستثمار استشاري ذاك الساعة مو 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 هذا. بعدين صار إلزامي. ما يعرف يعني هالشخص هذا شو بأي طريقة ما شو سأقول أجاوب هذا أجاب واحد ما يبي يقول هالكلام كذب عشان هل تتخيل أنا أقول له مئات عشرات مئات بس هو هني قاعد يقول ضعف الرقابة اللي صارت من البنك المركزي كانت راح تسوي كارثة أدري أنا ما راقب غير مسبوقة بتاريخ الكويت. خليني أقول لك أنا ما راقب شركات. أنا أقول لك الحين لازم أوضح لك حتى بدون سؤالك. أنا من أول ما بدأ لأن لازم هذا كذب تماماً. في أول ما صار أزمة سوق المناخ ببداياته أنا ذهبت إلى شيخ يابر. هو كان شو اسمه كان الأمير لأن علاقتي معه وهذا حسب هذا القانون. فقلت له طال عمرك أنا قاري عن الفقاعات هذي بقولك الفقاعات الكبرى هذه من القبعات الكبرى فقاعات الكبرى مسجل فقاعات الكبرى أن
في أسهم، في سندات، في العقار. احنا لما نقول كلمة الفقاعات الكبرى نقصد فيها الطفرات المفاجئة اللي ممكن لا تصير. انفجار. انهار. فقاعات يعني خلاص فقاعة وتنهار. فقلت له هذه من اللي تأثر؟ وفي كل هذا البنوك. لأن شو يصير؟ الائتمان اكو ائتمان يعني قروض. ها البنوك تعطي قروض للعملائها للعملاء على اي اساس؟ على اساسين، تدفقات الماليه لان يعطيها المشروع يشتغل، لتمويل المشروع يشتغل ويصير عائد، والمشروع هو اللي يطلع هذا، وفي نفس الوقت انت تسدد ديونك. طيب. او رهونات اذا ما عندك هذا، لا تبي تشتري عقار، تبي تشتري اي شيء ثاني، بس ما عندك لازم رهونات ترهني. ها الرهن، الرهن اي هذا، او اثنين معه، جزء ما جزء تدفقات ما يكفي، جزء رهونات. هذا الشخص اللي ياخذ هذا كلهم تجار في السوق. فشي يصير عقب ما يبدا العمل يشتغل مضاربات مو يوم وليله، يطول سنه سنتين ثلاث سنوات، فهو في اغراء. اليوم تبيع هذا دينار، بعد اسبوع يصير ثلاث دنانير، فهو عنده اموال من وين؟ من البنك. هذا التاجر سواء بطريق مباشر او عن طريق شركات. التجار بالكويت عندهم شركات بعد يشتغلون، فيروح، وهذا يصير بعد حتى في العالم مو بس هذا، يروحون يستثمرون في جسمه في البناخ. ها يشتري اليوم دينار، بعد اسبوع او هذا يبيعه، ويبيعه على شنو؟ يبيعه على واحد ثاني اجل، يعني يصير بريمتك اللي يتعامل. شو يسوي؟ يشتري منك، ها يشتري منك انت هالسعر دينار، وبعدين عند السداد بالاجل، عند السداد بعد يمكن بعد شهر، بعد شهرين ثلاثة، ما عندك فلوس يكفي، يروح يقترض من شخص ثاني، ومن شخص ثاني يعطيك أنت فترة يتراكم هذا. طيب. نرجع حق كلامك حق الشيخ جابر، شنو اللي قلت له؟ قال قلت له أنا عفيني، أنا أبي أعفاء من 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 منصبي، بترك. بعد إيش كثر من تفجر أزمة المناخ أنت رحت؟ ما تفجرت بعد، تو بدايتها. تو في البداية؟ أي بداية. في البداية أدري، بس لحين ما صارت مشكلة وما صارت أزمة. أنا قلت راح يصير مشكلة ويصير انهار، لأن قاري الكتب أقول لك، لأن أنا أجري هذا راح بالنهاية راح يصير كارثة. أجري يعني كل ما أشوف إيدي أجري، مو تنبؤ، أجري. يعني قبل ما تصير المشكلة أنت رحت حق الشيخ جابر وقلت له عفيني. سنوات بسنتين ثلاثة، قبل سنتين ثلاثة وقلت له عفيني. عفيني. ها طيب فش قال لك؟ قال رفض. ليش رفض؟ ما سألت ليش، قال رفض خلاص، لا تقعد أناقش الأمير هذا بعد شو اسمه وعلاقتي معه. ف شو سويت؟ ما أسكت، رحت طلعت قرارات عشان أحمي حميد البنوك.